النهارده كمان اللجنه العليا للانتخابات اكدت على انها لغايه النهارده ما استبعدتش حد من قائمه المتقدمين للرئاسه بما فيهم كمان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، واللي تاكد ان والدته بتحمل الجنسيه الامريكيه بشكل نهائي وقطعي. الكلام دلوقتي بالنسبه للشيخ حازم ابو اسماعيل مش بس وصل للاحتمال انه ترفض اوراقه رسميا ولا لا، احنا لسه برضه مش عارفين ولا لا، اللجنه العليا للانتخابات هي المفروض تقرر هذا القرار، ولكن في نقطه كمان اضيفت للعشد. الكلام وصل لانه ممكن هذا الامر مش بس يعرضه انه يخرج من سباق الرئاسه، ولكن كمان انه يوجه ليه او توجه ليه تهمه التزوير. احنا معانا المستشار احمد كشك عضو هيئه قضايا الدوله، اهلا بيك سياده المستشار. اهلا وسهلا يا فندم. الكلام ده صح؟ يعني مدى قانونيه هذا الكلام؟ ليه دلوقتي بنقول ان هو ممكن كمان يواجه حكم بالحبس او بالتزوير؟ تهم التزوير الماده 212 بتعاقب على التزوير الحاصل من غير ارباب الوظائف العامه بسجن حتى 10 سنوات. كل ده يعني مرتبط بثبوت الجريمه نفسها، سواء كان الشيخ حازم او غيره اي من المرشحين. لو قدم للجنه الرئاسيه لجنه الانتخابات الرئاسيه مستند مزور، هذا المستند بيبقى الراجل ده مرتكب جريمه استعمال مستند مزور، بس دي لها شروط ان هو يكون عالم بان هذا المستند مزور. اما اذا كان شخص حسن النيه فلا يعاقب. حسن النيه يعني ما كانش يعرف ان المستند ده مزور. يعني لو هو ما عرفش ان هذا المستند مزور فليست عليه اي عقوبه ما دام ان هو حسن النيه. تمام. فيما يتعلق بقى بجريمه التزوير نفسها، جريمه التزوير نفسها مش هتبقى واقعه منه هو الا اذا كان ادلى بتقرير ما بين الاوراق يتضمن مخالفه للحقيقه. ده اسمه التزوير المعنوي. في الحاله دي بيبقى مرتكب جريمه تزوير اضافه الى الجريمه الاخرى اللي هي استعمال المحرر المزور اللي فيه معلومات مخالفه للحقيقه عن الجنسيه بتاعت الوالدين. والحاجات دي المفروض حكمها ايه يا سياده المستشار؟ يعني لو ثبتت فعلا بيكون حكمها ايه؟ السجن المشدد حتى 10 سنوات. 10 سنوات. 10 سنوات. ولكن لو ثبت هذا الكلام حتى مع حسن النيه فبتبقى الشروط بتاعت الترشيح لرئاسه الجمهوريه غير متوفره فيه. فما يستطيعش في الحاله دي ان هو يعني يستمر في سباق الرئاسه. تمام. ده بالنسبه، انا ما بتكلمش عن شخص في حد ذاته، بالنسبه حضرتك عن القاعده يعني. كل مرشحين يعني. تمام، واضح سياده المستشار، بنشكرك على وجودك معنا، شكرا جزيلا. مستشار احمد كشك عضو هيئه قضايا الدوله.